ندعو بعد ذلك الطالب محمد الصالح الدين أو محمد صلاح الدين رمال من ولاية بومرداس. تعال يا محمد صلاح، إلى أين تذهب؟ تقدر تهز من داخله؟ أعطيك السيد الشيخ. شكرا، ما شاء الله، أحسنت. اسمي محمد صالح الدين رمال، أدرس في السنة الثانية متوسط. حفظته منذ صغري، تم حفظي للقرآن منذ 10 سنوات. بشرى لك الجنان يا حافظ القرآن. أنا كنت نهدر بالقرآن، نتصف بأخلاق القرآن، وخطرة اداني عن طاطا ليندا، تعلمت منها السور، الأدعية، كلش. بالوحي والإيمان بشرى لك الجنان يا حافظ القرآن. أبي وأمي هما الذي شجعاني على حفظه، حتى الأساتذة الذين درست عندهم. كي كنت نحفظ بالقرآن أن قلبي يطمئن لقوله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. روح تسمو عطرا، قلب يشدو، كل حرف فيها عندنا حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يا حافظ القرآن، روح تسمو عطرا، قلب. كي تعلمت الرواية عند الشيخ بوديسة، وليت ندير كراسة نتاع الروايات، ومن الروايات هذو ما كاين 10: نافع، أبو جعفر، ابن كثير، أبو عمرو، حفص، والكسائي، وحمزة، وكين ابن عامر، كين رويس وروحان يعقوب، وكين ثاني خالف البزار. حبيت نشارك في هذه المسابقة باش في التلفزيون قناة الشروق لازم يشوفوني والدي، بابا ويما وخوتي. قلب يشدو، نتمنى باش نربح في المسابقة، نوري لهم مهارتي في تجويد القرآن، حفظه، ورشه، وأحكام التجويد نتاع ورش. بدأت ببسم الله في النظم أولا: تبارك الرحمن الرحيم وموئلا، وثنيت صلى الله ربي على الرضا، محمد المهدى إلى الناس مرسلا، وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا، وثلثت أن الحمد لله دائما، وما ليس مبدوءا به أجذم العلا، وبعد فحبل الله فينا مقامه، فجاهد به حبل العدا متحبلا. راني نشوف نفسي الآن أني ناقي وشباب طاهر، نوري شعشع في وجهي وفي قلبي بالقرآن. بشرى لك الجنان يا حافظ القرآن، روح تسمو.
أشكر الله الذي وهبني حفظ القرآن، وأشكر أبي وأمي الذين شجعاني على حفظه، وكل الأساتذة الذين درست عندهم. نتمنى أن أكون إماماً في جامع المسجد الأعظم الموجود في الجزائر.